بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يوسف. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل لكم حاجات حلوه قوي، يعني نوع من الكفته مشهور قوي وطعمه رائع. هنعمله في صينيه كده، وممكن نعمله اصابع زي ما انتم عايزين، بس حاجه كده فيها شويه نكهات وتست روعه وحاجات هتعجبكم قوي قوي قوي. بس قبل ما نبدا زي ما عودتكم كل يوم، يا رب كده تكونوا متابعينا وبتخشوا على صفحتنا صفحه حياتي دي، ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه عشان خاطر نبقى موجودين معاكم ونقدر نتحاور معاكم. وبشكر كل اللي بيخشوا على الصفحه وكمان يكتب لنا تعليقاته، وكمان كلمونا على التليفون 3855-0017 3855-0017 عشان خاطر نقدر نتواصل معاكم ونقدر نلبي كل رغباتكم. وهنعمل مع بعض نوع من انواع الكفته. المقادير اللي موجوده دي انا ضاربها في اثنين بس، انا هقول مقادير نص الكميه. تمام، عندي الكفته بتاعتنا عباره عن نص كيلو من اللحم المفروم، هنضيف عليها 100 جرام من اللي هي الضاني. تنفع دهون عاديه تنفع، بس اللي هي الضاني بتديها طعم مختلف قوي. وعندي بصلتين وثمره فلفل احمر مفرومه، وكمان ثمره طماطم مبشوره، ومعلقه بهارات، ومعلقه بابريكا، ومعلقه كركم، ورشه جوزه الطيب، وثمره فلفل حار او ثمرتين، وكمان طماطم مقطعه كده هنحطها في الصينيه بتاعتنا. وبالف هنا وشفا. الموضوع بسيط وطعمها حلو قوي وشكلها جميل. انا هنا ضعفت الكميه ليه؟ علشان خاطر هعمل منها صينيه وهنعمل منها اصابع. هنعمل منها صينيه وهنعمل منها اصابع، فالموضوع بجد يستاهل ان احنا نتفرج على الكفته دي ونعملها وتبقى طعمها حلو قوي. هنا عندي البصل والفلفل والطماطم وبقيه البهارات كلها هخليها كده على جنب، وهاخد اللحمه دي اخلطها مع اللية واطحنها تاني في الكبه، اضربها عشان تمتزج مع بعضها. طيب البصل ده يا شيف يسري بميته؟ لا، انا عصرت ميه البصل وخدتها على جنب اهي، وبرضه خدت طماطمايه كده بشرتها وخدت ميتها هنا، ومعلقه خل اهو شايفين هنا، مع ميه البصل مع الطماطم اللي احنا عصرناها، طماطمايه مبشوره وعصرتها خدت ميتها، ومعلقه خل ومعلقه زيت، شويه بهارات وشويه ملح، دي هصبع بيها الكفته. تمام، بتديها طعم. حتى لو انا بعمل كفته الحاتي الخليط ده بيبقى بيدي غلافه كده حلوه قوي وتست حلو قوي في الكفته بتاعه الحاتي. طبعا انا مش هاخد الكميه مره واحده عشان خاطر الكبه بتاعتنا ممكن ما تتحملش الكميه كلها، فهاخد جزء من اللحمه، لحمه مفرومه اهي عادي، وناخد عليها قطعه من اللية نوزعها بحيث انا عايز اللية تختلط معاها ما تبقاش باينه. شوف يوسري، طيب هيبقى في كميه سوائل هنا لما نحط في الصينيه مش هتكش؟ هتكش طبعا، هتكش معانا اللحمه دي. بس طبعا زي ما قلت، هل ينفع نحط مكان اللية دي دهون عاديه؟ اه، للي ما بيحبش اللحمه الضاني، بس اعتقد ان كل الناس بتحب طعم اللحمه الضاني وبيحبوا كمان الكفته الضاني. هنشغل كده، سيبها تطحن مع بعض شويه عشان خاطر كلها تختلط مع بعض، ولونها بيتغير، هتشوفوا دلوقتي لونها عامل ازاي. تمام خلاص كده، اه ده اول جزء هنرفع ونفضيه ونحط الجزء الثاني بنفس الطريقه. نجيب سباتولا بس عشان خاطر نجيب الحروف كلها معايا اهو. هنفضي هنا في بوله كبيره ونرجع نكمل الجزء الثاني. جميل كده، شوفوا شكلها اتغير خالص اهي، شكل اللحمه اما اختلطت مع الدهون بتاعتنا زي ما قلت شكلها ولونها اتغير، فتحت شويه. تمام، وهنرجع نكمل الجزء الثاني، وفي الاخر هنشوف هنعمل ايه. وادي بقيه اللحمه، يعني انا جايب كيلو لحمه عشان هعمل نوعين. ليه؟ انا كان ممكن اعملها في صينيه بس طبعا في ناس هتقول لك كمان انا عايز اعملها اصابع، ينفع تعملها اصابع؟ ينفع نعملها اصابع، كفته بتبقى حلوه برضو قوي. وهنحط عليها كمان اللي هي بتاعتنا برضو اهي، وهنطحنها مع بعض طحنه، ونشوف كده بعد كده. تمام كده احنا ماشيين مع بعض زي ما انتم شايفين، واحده واحده عشان خاطر نشوف تفاصيل التفاصيل. شوف يوسف، هي الكفته دي ممكن اعملها في صينيه، اعملها في طاسه على النار، يستحسن
ان احنا نعملها اصابع كده ونرصها في صينيه وندخلها الفرن افضل. ليه؟ علشان خاطر ما تتهريش معانا، يعني ممكن عشان هي فيها نسبه دهون وفيها كمان نسبه خضروات، فيها سوائل، فممكن وانا بقلبها تفك معايا. ينفع نحطها على السيخ؟ ما اعتقدش، بلاش على السيخ خالص عشان ما تفكش معانا، تمام. لكن لو انا خدت الكفته دي، شايفين دي، هفضي عليها. ولو انا خدت الكفته دي تبلتها مع بصل بس وشويه بهارات وشويه ملح وشويه فلفل من غير الخضروات، ممكن احطها على النار في سيخ على الفحم. بقول تاني اهو، لو انا خدت كميه الكفته دي عملتها زي ما انا شايفين كده، بعد ما طحنتها حطيت عليها بصل وشويه بهارات وشويه ملح وفلفل، ممكن احطها في السيخ تبقى حلوه جدا كمان. نبدا كده نضيف هنا البصل كميه، اللي هم مثلا دول كده اربع بصلات وسمرتين الفلفل، لان انا مضاعف الكميه زي ما قلت، والطماطم اصفي بس شويه الميه بتاعها دول وناخدهم، وبعدين البهارات، الكركم الله ينور، البابريكا، ورشه جوز الطيب، وهندي ملح وفلفل. تمام التمام كده، يبقى خدنا كل الخليط بتاعنا اهو، هيمتزج مع بعضه، بس هنقلبه تقليبه كده وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. تمام كده، هشيل بس الحاجات دي كده على جنب اهو، تمام. وهنقلب بقى مع بعض الخليط ده. قبل ما اقلبه، شايفين كل الحاجات على بعضها، كل الحاجات موجوده على بعضها، فعشان كده قبل ما نقلب مع بعض وحطيت كل الاضافات وبقلبها. اول ما هتختلط بقى هعملها بايدي، بس اول ما كل الحاجات كده تختلط مع بعض. نوع من انواع الكفته روعه، طعمه حلو قوي، في شويه نكهات متعدده كده ولونه بيبقى روعه، وكمان مع الطماطم والفلفل ده المشويين بيبقوا اروع مما تتخيله. تمام كده، حلو اهو. بصوا الخليط عامل ازاي ولونها اهي. هقلبها بايدي، هقلبها بايدي الاول تقليبه اهو. وفيها طبعا احنا حطينا كل انواع التتبيل بتاعنا، وحطينا كمان معاها الخضروات بتاعتنا. بصوا بقى، طب يا شيف يسري، لو احنا خدنا الكفته دي وعملناها كده في الفرن في الصينيه، مش هتكش؟ هتكش طبعا، هتكش وحجمها هيقل شويه، فعشان كده برضو بقول لكم كل المعلومات. عندي صينيه هنا اهي، هجيبها ادهنها بشويه زيت الاول دهنه صغيره، وبعدين بعد ما دهناها كده الدهنه دي كده ومن الحروف، هناخد جزء من الكفته دي كده قطعه اهي، ننزلها جواها، تمام، ونفردها بالايد اهي لغايه ما نسويها جوه الصينيه. تمام اهو، بضغط، ما تخافوش، هي كده كده اما تخش الفرن هتستوي معانا بالشكل اللي هتشوفوه في الاخر، طعمها حلو قوي وشكلها احلى. لازم تسواها كده الاول، ليه؟ علشان يبقى شكلها باين حلو ساعه ما تطلع يعني. ونجيب كده الحروف اهو، نجيب بس سباتولا ونضغط كده. التسويه دي مهمه جدا، شكل الصينيه بتاعتي يبقى متساوي كده، ده مهم للغايه. بنفضل نسوي فيها اهو. بعد ما خلصنا تسويه، انا مقطع شويه طماطم كده هناخدهم على الحروف. جميل، نمسح بس حوالينا كده، نروق الدنيا اهو، حلو قوي. بعد ما مسحنا كده وجبنا الكفته بتاعتنا، عملنا صينيه، هناخد قطع من الطماطم في الحروف، نبعدها عن بعضها كده يعني، نحط شويه كده طماطميتين ثلاثه متقطعين اربع تربع بالشكل ده، قرن فلفل حامي موجود عندنا هنحطه، تمام اهو، ممكن اتنين عكس بعض، وواحدتين طماطم في النص. خلاص ده شكلها.
اهو. بعد ما خلصنا شكلها كده هنعمل ايه؟ هندخلها الفرن على أرضية الفرن الأول لغاية ما تخش في التسوية على أرضية الفرن. شايفين المنظر؟ حاجة كده مشهية بالهنا والشفا، حلو قوي. احنا خلصنا دي كده، هنجيب صاج كبير. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لأن دي هتنزل مية، والمية دي هتغلي، فممكن تنزل على أرضية الفرن تغرقه كده وتعمل لنا دخان وحاجات من دي. فأنا عايز كل اللي يطلع منها في التسوية يطلع في الصاج ده. فهناخد الصاج ده ونشيل ونروح نوديها الفرن على أرضية الفرن. درجة الحرارة 200، درجة الحرارة 200، يعني درجة اهو. تمام، جميل. حطينا اهو في الفرن، هنقفل عليها في أرضية الفرن ونسيبها. بعد ما تستوي معانا تمام التمام نطلعها ونوريها لكم. طب يا شيف يسري، والكفتة الباقية؟ الكفتة الباقية هناخدها نصبعها كده، نقول بسم الله، ونجيب صينية وناخد ندخلها جوه الفرن. زي ما قلت لكم، هل يا شيف يسري ينفع نعملها على الطاسة؟ ينفع نعملها، بس وانتوا بتقلبوها قلبوها برفق قوي، ما تقلبوهاش جامد علشان هي طرية مش هتستحمل، والخضار اللي جواها ممكن يفك. تمام، انا بكرره بايدينا، بنبل ايدنا كده من الخليط اللي احنا عاملينه وندهن. ممكن نجيب سيخ يا احمد من فضلك، احسن نصبع كده احسن بالايد اهي. شايفين؟ عايزين تبططوها شويه اهو، حلو قوي. وادخلها في الصينيه بتاعتي او في الصاج بتاعنا، وناخد برضو قطعه تانية نبل ايدينا. سهله خالص وحلوه قوي، وطعمها انتوا اللي هتحكموا عليه، طعمها حلو قوي يا جماعه، وجربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. ممكن نعملها بقى سندوتشات كده لذيذه بعيش شامي او عيش بلدي، نقدمها معاها شويه طحينه، بتبقى روعه. ممكن كمان في المناسبات لو عندنا مناسبه نعملها. تمام اهو، نخلي بس الاصابع كلها قد بعض كده عشان تطلع معانا. هينفع على السيخ؟ نجرب. لا بلاش خلاص، تمام، عشان تبقى كلها شكل بعض. طبعا الشوام بيعملوا الكفتة كده بالشكل ده وبيسموها كباب. معظم الشوام بيعملوا الكفتة بالشكل ده وبيسموها كباب اهو. تمام، حلو اهو. يلا بينا نحطها كده جنب اختها، نضغط عليها كده ضغطة صغيرة. هنكمل، ممكن تاخد بقى صاج او اتنين، مفيش مشكلة خالص، حسب العدد يعني. هي هتكش شوية، هتكش وهتنزل سوائل منها. انا بقول لكم كل المعلومات عن الكفتة دي، ده نوع بقى روعة وفي شوية نكهات حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم للغاية يعني. يا رب كده تجربوها وتبقى لذيذة كده زي ما هتشوفوا. تمام، نحاول نضيق المسافات شوية عشان ناخد أكبر قدر مع بعض لغاية ما نخلصها، وبعد كده ندخلها الفرن، وبعد كده نطلعها نوريها لكم، بتبقى سهلة قوي. أنا بقى عندنا كده في الفاصل التاني نوع من أنواع المكرونات، ولكن أنا عامله بيتزا. هنشوفه ازاي وهنشوف تفاصيله كلها ان شاء الله لما نيجي من الفاصل، ان شاء الله نكون مع بعض. بس الكفته بتاعتنا اهي، تحاولوا تخلوها على قد ما تستطيعوا يعني شبه بعضها، قطع كده شبه بعض وطول بعض، عشان خاطر لما نقدمها تبقى شكلها كده لذيذ وطعمها حلو قوي. مع كل مره انا ببل ايدي اهو، مع كل مره ببل ايدي. تمام اهو، ونقلب. تمام اهو، حلو قوي. احط دي كده واضغط عليها اهي، ودي برضو سويها، حاول اسويها كده عشان كلهم يبقوا شبه بعضهم كده. وزي ما قلت هي اول ما هتخش الفرن هتمسك، هتلاقوها بتكش معانا، فطبعا تبقى شكلها برضو حلو قوي. بس فيها شويه نكهات حلو قوي يعني، طعم اللي الضاني بيديها تست حلو قوي. شوف يسري، هو انا ممكن الكفته دي، عارفين الحشوه بتاعت الممبار اللي هي الممبار نفسه، ممكن احشيها
وبعد كده اشويها يبقى كده عامله زي السجق. ممكن ممكن بتبقى طعمها حلو قوي. تمام. شايفين؟ الله ينور يا باشا، الله يكرمك يا رب. تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي. ناخد اهو، فاضل واحدتين او ثلاثه عشان نكمل الصينيه بتاعتنا. بعد ما نكملها هندخلها بقى الفرن، بقى تطلع معانا زي ما بنشوف احلى كفته، طعمها حلو جدا يا جماعه. وانا دايما لما بقول لكم جربوا حاجه بتكون عن تجربه، بكون انا جربتها ودقتها، واكيد طبعا مش هقول لكم على حاجه كده مش هتعجبكم يعني. ان شاء الله كده يكون كل حاجاتنا اللي احنا بنعملها لكم تعجبكم ان شاء الله دايما كده. اهو حلو قوي، فاضل اتنين بس. بس زي ما قلت ما تحاولوش تحطوها في اسياخ عشان فيها الخضروات دي، هتخليها تقع على النار واحنا بنسويها على الفحم. لكن ممكن في صينيه اعملها واخدها اللون من الناحيه دي واقلبها اللون من الناحيه دي، ما فيهاش مشكله خالص في الصينيه. فاضل واحده نبقى خلصنا الكميه. بصوا بقى عملت كم كميه قد ايه؟ الكميه يعني الكيلو اللي انا عملته عمل كميه تكفي اسره هنا اهو، وبرضه الصينيه اللي جوه تكفي اسره كامله. عشان كده احنا بتطلع كميه كبيره قوي من الكفته بمنتهى البساطه، بس طعمها زي ما قلت حلو قوي. وطبعا مش هتلاقوا دايما الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي غير عندنا هنا بس. عشان كده بقول لكم زي ما بقول كل مره اهو، ندخل بقى الفرن بعد ما خلصنا اهو. بصوا شكل الكفته عامله ازاي، حاجه كده روعه، تستاهل، جميل، طعمها حلو. عشان كده بقول لكم جربوها. بس قبل ما نجرب عايز بس اروح ابص كده على الفرن اخباره ايه. بدات تسخن اهو الصينيه بتاعتي، بدات تسخن معانا اهي. انا مش هشيلها دلوقتي خالص، مش هشيلها. الله ينور، الله ينور يا جماعه. اهو كل حاجه معانا بالتفاصيل، كل خطوه بخطوه بنعملها معاكم عشان خاطر تبقوا عايشين معانا في كل حاجه بنعملها. دي الكفته الثانيه اهي، انا هاخدها بقى ادخلها في الفرن الثاني واسيبها لغايه ما نرجع ان شاء الله على ارضيه برضو، لغايه ما نرجع من الفاصل نوريكم شكل الحاجه بتاعتنا. عشان كده هستاذنكم اخد فاصل سريع وارجع، ما حدش يروح في اي مكان، دايما هتلاقي عندنا كل جديد في مطبخ الحياه مع الشيفيسي، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض نوع من انواع الكفته في الصينيه، طعمها حلو قوي. انا بس هاخدكم تروحوا تشوفوها دلوقتي، ولكن اما نروح ونرجع نوريكم بقى الوصفه الثانيه بتاعتنا اللي هي بيتزا بالمكرونه. تعالوا كده معانا نبص كده وهي بتغلي قبل ما نطلعها فوق، نقول بسم الله. بصوا بقى شايفين نزلت السوائل اللي فيها، وبناء عليه هي بتستوي جوه السوائل. يعني ايه؟ يعني السوائل الموجوده اللي نزلت من ميه البصل من البصل مع الطماطم مع الفلفل، هي مع كمان شويه اللي هي بتسويكيها الصينيه بتاعتنا دي. فهنرفع ونطلعها فوق، وبعد كده عشان تكمل تسويتها محتاجه كمان شويه صغيرين، ونوريكم شكلها في النهايه. دي كمان كده حلوه قوي. اما الثانيه اللي احنا عملناها هنروح بقى بعد ما هي كده غليت معانا شويه دول، هنطلعها فوق وتكمل معانا برضو التسويه اهو، وبعد كده نقفل معانا ونسيبها تستوي. ويلا بينا دلوقتي نعمل مع بعض طاجن حلو قوي، ولكن زي ما قلنا من المكرونه، ولكن على هيئه بيتزا. مقادير بسيطه متوفره عندنا، هنقدر نعملها بمنتهى السهوله. عندي نص كيلو من المكرونه الاسباجيتي مسلوقه، كوبايتين جبنه موتزاريلا، وكوبايه من الجبنه المبشوره اي نوع، وكمان عندنا كوبايه بشاميل، ونص كيلو من اللحم المفروم المعصج، وبصلايا، فصين ثوم، ثمره فلفل حار، ونص لتر من عصير الطماطم، ومعلقتين صلصه طماطم، وثلاث ثمرات من الفلفل الالوان، نص كوبايه زيتون اسود شرايح. يلا بينا نقول بسم الله كده، وبعد ما نلبس مع بعض كده جوانتي نروح علشان نعمل حاجتنا بمنتهى البساطه. الموضوع سهل قوي، وهي طعمها حلو جدا، وبتبقى شكلها روعه كمان. انا بطلعها من الفرن بقطعها قطع وارفعها كده بالسباتولا، تبقى عامله زي البيتزا بالظبط. طبقه تحت مكرونه بالجبنه والبشاميل، وطبقه فوق من اللحمه بتاعتنا والحاجات الباقيه. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه هنا؟ انا عندي اللحمه متعصجه عادي فهركنها على جنب، وهناخد شويه زيت صغيرين
ونشوح البصلايه نخليها يدوب لونها يصفر. تمام كده اهو، حطينا البصل يدوب كده زي ما بقول لونه يصفر شويه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طيب شوف يسر، انت عندك قلت اللحمه متعصجه، اه فيها بصلها وفيها قرن فلفل حامي وفيها شويه من البهارات وتوم وكل الحاجات اهي اهو. تاني اللحمه متعصجه فيها بصل وفيها كمان توم وفيها فلفل حامي وفيها شويه بهارات وملح وفلفل، دي طبيعيه ما فيهاش حاجه خالص يعني، خلصت كده. اما اللي احنا بنعمله ده بقى حاجه تانية خالص، اللي هو هيبقى الصوص بتاع صوص الطماطم اللي احنا هنسبكها دلوقتي على النار. اول ما يصفر معانا لون البصل هننزل عليه بالثوم والفلفل الحامي، وبعد كده ننزل عليه بالطماطم وصوص الطماطم ونسيبه يغلي مع بعض لغايه ما يتسبك معانا شويه. مستني بس نشوف لون البصل اهو، شايفين كميه البخار المتصاعد ده؟ يعني كده البصل بيستوي معانا وبيصفر معانا. تمام، حلو قوي كده. مستني كمان ثانية واحدة بس، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. في نفس الوقت هنجيب بولة كبيرة وهناخد المكرونة نفضيها فيها علشان هنقلبها مع بعض. المكرونة دي لا حطينا عليها زيت ولا حطينا عليها أي مادة تانية، هي طلعت يا دوب من المية زي ما هي كده، سبتها تبرد، شايفينها أهي. تمام، وبعدين هاجي كده نجيب شوكة وناخد كوباية البشاميل نضيفها عليها. تمام كده، ونقلبها مع بعض. واحنا بنقلب بقى نحط شويه من الجبنه هنا عليها، وشويه جبنه موتزاريلا، وكمان اهو، واروح اقلب البصلايه ونرجع تاني للمكرونه بتاعتنا. يبقى انا المكرونه عملنا فيها ايه؟ طبعا انا بقلب البصل مش عايزه يتحرق، بدا اهو يدبل معانا. تمام، وهناخد المكرونة كلها، بس بعد ما ندبل البصل كده مش عايز انساه. احمد بيقلب المكرونة مع البشاميل مع الجبن كلها، هتشوفوا شكلها عامل ازاي دلوقتي على بال. بس شفتوا بقى البصلاية بدأت لونها يتغير، هل بنسويها تحمر؟ لا خالص، بدأ مع لونه يتغير اهو. هنزل بالثوم مع التقليبة كده البسيطة دي اهو، ولغاية ما نشم ريحة الثوم نكمل بقى مع بعض كده. تمام التمام اهو، حلو قوي. ننزل عليها بالفلفل الحامي، مش عايزين فلفل حامي، ده اختياري يعني، ممكن ما نحطش فلفل حامي، ممكن احط زعتر يا شيف يسري او نكهة تانية ممكن، بس الريحة حلوة كده، الريحة روعة. وهننزل بالطماطم وعليها صلصة الطماطم عشان تبقى تقيلة كده ولذيذة، ونقلب ونسيب كل الخليط ده يغلي مع بعض لغاية ما يتسبك معانا. الصلصة دي تنفع لحاجة تانية يا شيف يوسف؟ تنفع للمكرونات يعني، تنفع أقدمها مع مكرونة الحمراء اللي احنا بنعملها. تمام، يبقى احنا حطينا كده اهو، هنحط شوية ملح ونضيف كمان شوية فلفل ونقلب التقليبة بتاعتنا دي. وزي ما عودتكم دايما لو انا بعمل صوص طماطم كده، بدل البوتاجاز بتاعي ما يتغرق من الصلصه لانها هتغلي معانا، بجيب غطا واغطيها لغايه ما تتسبك. تاني عملنا ايه؟ حطيت شويه زيت، دبلت البصلايه، نزلت بفصين الثوم وكمان الفلفل الحامي، عصير الطماطم وصلصه الطماطم، شويه ملح وشويه فلفل، واول ما تبدا في الغليان كده اهو نبدا نغطي. تاني اول ما تبدا في الغليان بعد عشان ما تغرقش الدنيا حوالينا، نقوم جايبين الغطا ومنزلين ونسيبها تغلي تتسبك معانا براحتها. المكرونه انا حطيت عليها كوبايه البشاميل والجبنه المبشوره الموتزاريلا وجبنه شويه وشويه من الجبنه الثانيه، بقت شكلها عامل كده. نجيب بقى طاجن او اتنين ونفضي خليط المكرونه ده فيها ونحاول نسويها. تمام، بعد ما اتشربت اهي بالخليط بناخد كميه كده ونعمل طبقه، ممكن مش نحطها في صينيه، ممكن نحطها في صينيه ونفرد مع بعض. ممكن اقطع المكرونه، ممكن نقطع المكرونه بس، وهي كده سليمه بتبقى شكلها احسن. يعني ايه؟ اما اجي اقطع قطعه بتطلع معايا سليمه، يعني بتطلع وهي ماسكه نفسها. الارتفاع قد ايه يا شيف يسري؟ الارتفاع ده
ما يزيدش عن سنتي. الارتفاع بتاعها سنتي كده يبقى حلو قوي. شايفين انا بضغط عليها مش قلقان خالص اهو، عشان تمسك مع بعضها. تمام اهو، حلو قوي. بعد ما ضغطت كده ممكن اجيب طاجن تاني ونحط فيه بقيه المكرونه. المكرونه دي عليها ايه؟ عليها بشاميل وعليها جبنه فقط، يعني حوالي نص كوبايه جبنه موتزاريلا ونص كوبايه من الجبنه اللي هي اي جبنه عندي، رومي، شيدر، جوده، اي نوع جبنه عندي. طبعا انا مستخسر الشويه دول خساره، فهاخدهم كده احطهم هنا ونفردهم. وزي ما قلت نضغط عليها ما تخافوش عشان تبقى كلها اهو. انا بضغط اهو بفردها عليها. بعد ما فردناها كده ونسويها، والتانية برضو نضغط عليها ونفردها ونسويها. تمام كده، ونمسح بقى ايدينا كده عشان جه عليها بشاميل وجبنه، ونروح نكمل مع بعض. تمام، حلو قوي كده. تمام تمام التمام. يبقى احنا كده حطينا هنا اول طبقه من المكرونه المستويه اللي احنا حطينا عليها البشاميل والجبنه، اي نوع جبنه زي ما قلت، وقلبناهم وحطيناهم في الارضيه في طاجن في اتنين زي ما احنا عايزين. عندي هنا صوص الطماطم بيغلي، سايبه يغلي عشان يتكاثف مع بعضه، يبدا يطلع معانا بالسمك اللي احنا هنشوفه. اقلب كده تقليبه، وممكن احنا بقى دلوقتي اول ما بتبدا كده نحس ان هي بتغلي برضو نسيبها تغلي ونغطيها، اسيبها تتقل كمان شويه، لسه عايزها تتقل كمان شويه. تمام، واسيبها كده على النار. احنا الكفته عندي ابص عليها اخبارها ايه، ونرجع تاني نكمل مع بعض. سواء كانت الصينيه هنا اهو، يلا بينا. بصوا بقى المنظر ده، حاجه روعه الروعه. يلا نطلع. استوت الشيف لسه؟ اه طبعا، ما بعملش حاجه طبعا غير اما تشوفوا كل التفاصيل. طب الصوص الموجود ده انا بقدمه معاها، يعني ممكن وانا بقدمها كده ارش على وشها شويه من الصوص. بس هي استوت في الخليط ده، شايفين الخليط السوائل دي، هي استوت فيها فخدت شويه طعم ونكهات روعه الروعه. ده الكفته بتاعتنا بعد ما طلعت. وكمان زي ما انتم شايفين طبعا، انتم عارفين ان العين بتاكل قبل ما قبل البق يعني. ادي الكفته الثانيه اللي احنا عملناها. مفيش حاجه بتحصل من ورا حضراتكم، انا عايز بس احطهم الاثنين في صينيه واحده اهو. بصوا بقى المنظر، سواء كانت كده اصابع او كانت كده صينيه، زي ما تحبوا. طبعا الاصابع دي زي ما قلنا ممكن نجيب شويه عيش بلدي كده مع شويه طحينه، شويه سلطه طماطم، ونحط كده الصباع وعليه شويه الطحينه بالهنا والشفا، طعمها الحلو للغايه. جميل، بصوا المنظر، مفيش اي حاجه من وراكم. وقلت لكم ان الكفته الصوابع هتكش شويه، فعلا كشت زي ما انتم شايفين، وفيها صوص ناتج عن التسويه اهو. تمام، عايزين تشوفوا شكلها، ممكن نقلبها كده اهو. بسم الله، بصوا مستوية. اه مستوية، تمام التمام. يلا بينا نكمل بقى البيتزا بتاعتنا، او بيتزا المكرونة اللي احنا عملناها. احنا حطينا المكرونة في الطاجن، حطينا عليها شوية بشاميل، شوية من الجبنة المبشورة، وضغطناهم زي ما انتم شايفين. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ هناخد كده برضو عشان خاطر هنمسك الجبنة بايدينا. صوص الطماطم بدأ يتقل معانا. اه في حاجتين بقى، يا اما اخد اللحمه دي اقلبها معاها واحطها على الوش، يا اما احط الصوص الطماطم واحط عليه اللحمه. ايهما اختيار زي ما انتم بتحبوا، ولكن الافضل ان كله يتشرب مع بعضه. نحط كله ويسخن مع بعضه كمان تاني اهو. صلصه الطماطم مع اللحمه يغلوا غلوتين كده. تمام، نسيبها تغلي غلوه كمان اهو، قبل بعد ما تغلي معانا غلوه ويتشربوا كلهم مع بعض، يبقوا كده كوكتيل، يعني واخدين نفس الطعم، نفس التست، نفس النكهات اهو. عفوا، اه الفلفل الحامي. اه تمام، هنغطي وبعدين نجهز بقى الحاجات بتاعتنا. انا عندي هنا شويه زيتون ما تنسهمش، والفلفل هنقل دي هنا، والفلفل الالوان هنعمل فيه ايه؟
هنيجي بقى نحط شويه زيت صغيرين ونشوحه تشويحه يدبل. مش هسويه لان انا عايزه وانا باكل احس بطعمه بيقرمش، تمام؟ فلفل الالوان وانا باكل احس كده بطعمه بيقرمش وانا باكله، ما يكونش مستوي لدرجه ان اول ما يخش الفرن يتهري معانا. هندبله شويه مش كتير يعني، تمام اهو. وهنديله برضو رشه ملح صغيره ورشه فلفل ونقلب. كل شيء قدامكم طبيعي 100%، حاجات كلها لذيذه وطعمها حلو قوي وافكار جديده لازم تجربوها. الموضوع يا جماعه سهل قوي ومش محتاج حاجات كتير وكمان مش محتاج مجهود، والتست روعه الروعه. جميل. بعد ما نقلب التقليبه دي كده ويدبل معانا، هنروح بقى ناخد بقى الخليط بتاعنا بتاع اللحمه ونقول بسم الله، ونجيب بقى كبشه او مقصوصه وننزل على المكرونه. هل ممكن احط الفلفل الاول؟ اختياري، ممكن احط الفلفل فوق، دي حاجه ترجع لكم. الخليط اهو بسم الله، وناخد كده بالكبشه وننزل. ما تبخلوش بقى، املوا كده. والصوص الطماطم هينزل على المكرونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. في الحاله دي هيتشرب كمان المكرونه بالصوص. واخد هنا الاول وبعد كده نرجع نكمل. وصفه متكامله. يعني ايه متكامله؟ يعني وجبه كامله فيها كل حاجه، فيها نشويات وفيها بروتين حيواني وفيها طبعا جبن وفيها كل العناصر اللي انتوا بتحبوها. تمام. والباقي اهو. ونقلب بقى كده. ناقص ايه تاني؟ ناقص الفلفل بعد ما بدأ يدبل اهو. ناخد شويه هنا وشويه هنا ونفردهم بايدينا، نفردهم كده بايدينا اهو. حلو؟ جميل. هو انا لو حطيت يا شيف يسري الفلفل مع اللحمه وهي بتغلي ينفع؟ طبعا ينفع. اي حاجه تعملوها تنفع، اي شيء تعمله. بص الله ينور. كمان الصوص نزل اهو على المكرونه اهو من الجنب. حاجه كده يا جماعه تفتح النفس، حاجه مشهيه وطعمها روعه الروعه. حلو كده. نمسح الحروف دي علشان لما تخش الفرن ما تبقاش شكلها محروق. كل حروف كده الطاجن بتاعنا. وبعدين فاضل اخر حاجه بقى، بس امسح برضو هنا، ما اعرفش احنا عندنا عقده النظافه. دايما بحب دايما يبقى المكان رايق وروعه. زيتون على الوش اهو، متقطع شرايح زي ما انتم شايفين. جميل. زيتون مخلي اهو. حلو. واخيرا الجبنه على الوش نوعين، ناخد هنا شويه برضو اهو. نغطي خالص بقى يعني ما يبقاش فيها حاجه باينه. انا عندي لسه كمان بقيه الجبنه التانيه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هندخلها الفرن. يا دوب الجبنه تسيح معانا. هو احنا مش هنسوي؟ هنسوي ايه بقى يا جماعه؟ ده كل حاجه مستويه، المكرونه مستويه والبشاميل مستوي وكله كله كله مستوي. يا دوب هنسيح الجبنه بتاعتنا دي وتدينا اللون الروعه الجلتان اللي احنا دايما بنشوفه، ونطلع نوريكم شكلها عامل ازاي. تمام. احرك ده كده ودي كده عشان امسح حواليها ونشيل بقى الحاجات الزيادات دي وندخل الفرن. دخل الفرن تحت الشوايه، بقول تاني اهو، لغايه ما تبدا الجبن تسيح ونطلعها نقدمها وهي سخنه بالهنا والشفا. طب يا شيف يسري، لو انا كده باقي مني شويه ممكن اشيلهم في الفريزر؟ ممكن اشيلهم في الفريزر. طب حاجه ثانيه، ممكن الفها زي ما هي كده وادخلها الفريزر عند الاحتياج؟ زي ما هي كده ناخدها نلفها وندخلها للفريزر قبلها بشويه، طلعها تفك وبعد كده تحت الشوايه برضو زي ما قلنا. عشان كده هاخد دول تحت الشوايه ونرجع بعد كده بعد الفاصل نوريكم شكلهم عامل ازاي. اهو واحده هنا وواحده هنا، ونسيبهم مع بعض لغايه ما قلنا بنسيح الجبنه فقط مش بسوي.
عملنا مع بعض صنفين من الحاجات اللذيذة، عملنا كفتة حلوة قوي في الصينية بنكهات متعددة، وكمان عملنا بيتزا ولكن بالمكرونة. بعد الفاصل هنشوف مع بعض كل حاجة ما حدش يعرفها في مكان. خليكم دايما متابعينا في مطبخ الحياة مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض صنفين أحلى من بعض، عملنا كفتة ولكن في صينية، وممكن نعمل منها أصابع نحطها كده في سندوتشات في عيش بلدي مع شوية طحينة فلة. وكمان عملنا نوع من أنواع البيتزا مبتكرة ولكن كانت بالمكرونة، شوية مكرونة سباجيتي عليهم شوية كمان من البشاميل وشوية جبنة قلبناهم على بعض وفردناهم كأنها ده العجينة، وبعد كده حطيت عليها لحمة معصجة وصوص طماطم وشوية من الفلفل الألوان وشوية زيتون، دخلناها الفرن خدت الوش. لازم تجربوا، تقطعوا كده القطعة تطلعوها في الطبق كأنك بتاكل بيتزا بالظبط بس من غير عجين. البيتزا الكراست اللي تحت هو مكرونة. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.